ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت عمر سليمان وأم عمار. شو مضايقكم عمر سليمان؟ ولا مجرد انزعاج؟ على فكرة مشان ما تفكروا انه الزلمة ركب على الثورة اللي ما بيصير حدا يركب عليها غيركم، لا، الزلمة بسنة 2010 بالربيع قدم أكثر من 50 حفلة بأوروبا، يعني قبل ما يبلش الربيع العربي بفصلين كان الزلمة عامل ربيعه بأوروبا. الثورة نبشت أموات من كل الأنواع، أموات موتى وأموات على قيد الحياة. المناضلون أصناف، صنف أكل كفين بمظاهرة قدام السفارة المصرية وهو عم يتضامن مع الثورة المصرية، وصنف أكل الكفين قدام السفارة الليبية وهو عم يتضامن مع الثورة الليبية. وبس بلشت الثورة بسوريا صاروا مناضلين سوريين برا، مع أنه الكفين أكلوهن مشان ليبيا ومشان مصر، يعني لو أنهن أكلينهن كرمال الثورة السورية فيها وما فيها. اعتبرهم أكلوا هالكفوف سلف يا أخي، شو المشكلة؟ قولتك بيضلوا أهون قدام هداك المناضل. أنا واحد هداك اللي بس بلشت الثورة قال أنا مناضل وسافر. إيه أحلى عالم هداك، صرخ طالبا النضال. عريف الصف الشطور اللي خطه حلو النظيف المرتب، أبو الصدرية المكسرة المكوية، أبو السيدارة اللي عليها الشعار والوش المشطف والإنف المنفنف، لا ومو عاجبه عمر سليمان، بيعتبره فولغير، وهو من قراء فولتير ومو رايح بحياته لا للقامشتي ولا للرقة ولا للدير، بس روحه سورية قبل الأكل ولا بعده حين اللزوم بيعتبر حاله بيلزم، هو بيعتبر إيه هو بيقتصر وبيعتبر حاله بحاله، شخصية اعتبارية يعتبر يعني قدام حاله نياله على حاله، بس ماله بحاله حب الذات شأن الزوات. وما بيعجبه عمر سليمان، مو بس هيك شو كمان بيزعجه، ليش؟ وجه غير حضاري لا يمثل البلد، بس الزلمة من البلد، العينتين لمبارح لحتى تعرف رأس العين، أين تقع رأس العين؟ سريكانية أصدق؟ ليش عمر سليمان كردي؟ لا هو شاوي بس نص ألحانه كردية، جزراوي يعني 100%. وشلون نجح بأوروبا؟ نجح بالجزيرة لأنه قبل، وطالعوه بالتلفزيون ولا يحلم، ليش؟ ما بيستشور شعره مثل أصمت رشيد بس هيك، وما بيلبس طقم بالرق مثل سمير سمرة بس هيك، وما بيعرق مثل مروان حسام الدين بس مشان هيك. باختصار ماله بالطيب نصيب، في بلاد اليانصيب الموجه، البطاقة مباعة في طرطوس، ما يطلبه الجمهور. ألو أختي معمار، اتفضل يا أخي. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.